مساء الخير. منخفض جوي عم بيسيطر على أجواءنا، عم بيؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة. بيستمر تأثيره حتى صباح الثلاثة ليستقر اعتباراً من الأربعة. إذن جونا لبكرة غائم، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار، عم بتسجل 22 درجة، طرابلس أيضاً، العاصمة بيروت 21، سور 22 درجة. مننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 18 درجة، اللقلوق 9، زحل 18، وجز أيضا 18 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لل 85%، الريح السطحية بتتراوح سرعتها بين ال 20 وبتوصل لل 45 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. إذا شو هي الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للتنين جونا غائم وماطر، بتخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وبتنحسر صباح الثلاثة، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا أقصاها 21 درجة. للثلاثة جونا غائم مع أمطار متفرقة بالفترة الصباحية، بيتحول إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة واللي بتبقى دون معدلاتها الموسمية وبتسجل 22 درجة ساحلا. للأربعاء والخميس جونا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة ل 23 درجة للأربعاء و 26 درجة لنهار الخميس. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. فصحى مبارك لكل الطوائف اللي بتتبع تقويم الشرقي. تصبحوا على خير.